البنادير. فرحات سكندريتي او اليوم نحن بصدد هذه المناسبة المجيدة واللي وزعنا 2425 وحدة سكنية وإعانة عمومية موزعة كالتالي: السكن العمومي الإيجاري وزعنا 426 وحدة سكنية لخمس بلديات، السكن العمومي أو السكن الخاص بالمناطق الريفية أو الإعانات الموجهة للمناطق الريفية وزعنا 1242 مقر استفادة وخاص ب 27 بلدية. بالنسبة للإعانات المخصصة للتخصيص الاجتماعية وزعنا 289 مقر وخصت 11 بلدية. بالنسبة للسكن التلقوي المدعم وزعنا 222 وحدة سكنية وتخص 4 بلديات. بالنسبة للتلقوي الحر وزعنا 45 وحدة سكنية خاصة ببلدية مرسط. وفي الأخير عقود الملكية الخاصة بالتخصيص الاجتماعية وزعنا 201 عقد.